شكرا سيد النائب على هذا السؤال. سبق ان الوزاره وصلت بمجموعه من الطلبات حول الموضوع من قبل الهيئات والجمعيات المهنيه. من اجل دراسه هذه الصعوبات قامت السلطات المغربيه على مستوى عالي بربط الاتصال مع التمثيليه الدبلوماسيه الفرنسيه بالمغرب اللي اعطت اشاره ايجابيه تتصب في اتجاه ايجاد حلول ناجعه لهذا المشكل. من جهه اخرى تراست اجتماع مع مهني النقل الدولي للبضائع يوم 15 جانفي الماضي، تم من خلاله الاتفاق على منهجيه العمل المشترك باش نتجاوزوا العقبات اللي تواجه هذا القطاع. شكرا.